لأن كما شاهدتم تم اليوم الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019 كما جرت العادة بذلك، بناء على الإذن المولوي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي هذه مثل هذه المناسبات يتم الإعلان عن بعض الإحصائيات والمتعلقة بالعمل القضائي في المحاكم وفي محكمة النقد بالخصوص، وأيضا يتم الإعلان عن المشاكل التي يعرفها سير العدالة وعن الآفاق المستقبلية لعمل القضائي، كما يتم الإعلان عن بعض التوجهات والاجتهادات القضائية للمحكمة. وهي مناسبة لأن تتواصل الهيئات القضائية مع المحيط وأن يتعرف المواطنون على عدالتهم عن قرب، وسيتم إكمال هذا المجهود يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، حيث سيعلن رؤساء محاكم استئناف كل في دائرة نفوذ محكمته عن افتتاح السنة القضائية بدوائر استئنافية، وستكون أيضا مناسبة لتعلن كل محكمة عما أنتجته خلال السنة. ومن ناحية الكمية يؤشر لأرقام جيدة، ولكن يبدو على أن الأمر سيتجاوز القدرات البشرية للقضاة، لأن عدد القضايا تجاوز 3.5 ملايين قضية رائجة بمحاكم، وهذا يتجاوز عدد القضاة اللي هو حوالي 3000 قاضي و1000 قاضي من قضاة النيابة العامة. فأعتقد على أنه لكي تكون هناك جودة في الإنتاج يجب توفير أطر بشرية كافية، ويجب أيضا تقنين شروط الولوج للعدالة بحيث حذف بعض الأشياء التي لا يكون من الضروري التقاضي بشأنها، أن نجد لها حلول أخرى عن طريق الوساطة أو عن طريق تدبير آخر يقتضيه الأمر من طرف المشرع. شكرا لك. جدا، وخاصة على صعيد محكمة النقد، وكما سمعتم فزيادة قضاة في محكمة النقد قد يؤدي إلى تضارب الاجتهاد. محكمة النقد في جميع الدول لا تصل إليها إلا القضايا الهامة، نحن أي قضية يمكن أن تعرف طريقها إلى النقد. الحل وهو تغيير القانون، وعلى المشرع أن يتدخل لمنع القضايا البسيطة أن تصل إلى محكمة النقد. قضاء النقد هو ليس كقضاء الموضوع، لا بد قاضي النقد عندما يحل بمحكمة النقد لا بد له من سنتين وأكثر ليصبح قاضي النقد بخلاف الموضوع. وبالتالي رغم أن القضاة جلود فقد بذلوا مجهودات كبرى، وكما قلت أنهم حافظوا بل ازداد الإنتاج عن السنة السابقة رغم نقص عدد القضاة. بالنسبة للمحاكم الآن تقريبا تم القضاء على المخلف، وأصبحت في أغلب المحاكم القضاء يبت بسرعة في القضايا المعروضة عليه. مثلا في محكمة النقد كما قلت 73% من القضايا تم البت فيها في أقل من سنة، هذا مجهود لا يوجد دول أخرى. قضاء النقد في العالم كله تبقى القضية رهينة المحكمة 10 و15